يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه. من أم من يعني يفر من أخيه، يا الله على الترتيب، لم يقل يفر من أبيه وأمه الأول، لا، الأخ هو النصير لك، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. أخوة الدين، شوف الأخوة في الله كده، كم نحب بعضنا بعضا من فضله، كم يحسدنا الذين يبغضون الناس على ما آتانا الله من فضله، أن نحبكم في الله وتحبوننا في الله. يفر المرء من أخيه، أول إنسان كان لنجدته، ومن أمه وأبيه وصاحبته، زوجته يعني، هنا صاحبا فيش اتصال لا نفسي ولا عضو، سبحان الله، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، حاشا رب العباد سبحانه وتعالى الله عما يشركون. يبقى فيش هنا ايه الزوجية الصاحبة،